مشاهدينا أهلا ومرحبا بكم وحياكم الله في هذه التغطية الخاصة حول صدور مرسومي ضرورة بتعديل وإضافة عدد من المواد بالقانون رقم 35 لسنة 1962 وأيضا القانون رقم 42 لسنة 2006 وذلك استعدادا للاستحقاق الانتخابي أمة 2022 المرتقب وحرصا من القيادة السياسية على خلو الانتخابات المقبلة من أي شوائب أو مخالفات قانونية وحفاظا كذلك على حق الناخب في اختيار من يمثله تحت قبة البرلمان اختيارا حقيقيا دون تزييف. حياكم الله مجددا مشاهدي الكرام في هذه التغطية الخاصة. نبدأ الحوار مع ضيوفنا الكرام الموجودين معنا الليلة في الاستديو حول عملية تصحيح المسار للمشهد السياسي الذي تشهده هذه الفترة في دولة الكويت. راح أبدأ السؤال، أنا عندي خير الأمور الوسط، راح أبدأ مع الأستاذ نجم الشمري. أستاذ، يعني من خلال كلمة سمو ولي العهد حفظه الله خلال الكلمة التي ألقاها قبل فترة حول أهمية تصحيح المسار السياسي المشهد السياسي، الآن بعد صدور مرسومي الضرورة، قراءة سريعة لهذا المشهد ومدى يعني السرعة لمعطيات هذا التصحيح. طبعا خطاب سمو العهد ممثل حضرة صاحب السمو في 2 أغسطس كان يعني تثبيت للدستور وتثبيت للقانون وأعاد الروح للمجتمع أو للأمة بعد أن كادت أن تعصف بالأمة الصراع الحادث ما بين السلطتين والسلطة السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وما بين السلطتين. فهذا التصحيح أعاد الروح الدستورية وأعاد الروح الوطنية وأعاد الروح الكويتية إلى ما كانت عليه ما قبل العقد السابق، العشر سنوات السابقة كان الصراع على في أوجه فيما يتعلق في علاقة السلطتين مع بعض، سواء في تغيير الوزارات المتكررة أو سواء في شل حالة البلد في معظم التشريعات والقوانين. وعليه أتى هذا الخطاب لإعادة الروح الكويتية للكويت ووضع النقاط جلية على الحروف بعد ثورة الشائعات التي حصلت، سواء كانت شائعات بتعديل الدستور أو تنقيح الدستور أو الإبقاء أو كذا. أتى هذا الخطاب مقدمة لنطق عليها ثورة تصحيحية ما زلنا نحن حتى هذه اللحظة نمر بها، وأتت على أثرها موضوع المرسومين، وأعتقد القادم سيجذر الحركة التصحيحية التي قام فيها أو دشنها ممثل حضرة صاحب السمو. نعم دكتور يوسف، يعني هني سياسيا نتكلم، كيف تحلل المناخ السياسي اللي أفضى إلى حل مجلس الأمة؟ يعني بعد صدور المرسومين وضرورة تصحيح المسار الديمقراطي السياسي، كيف تحلل هذا المناخ؟ طبعا كما أشار زميلي الأستاذ نجم إلى طبيعة احتدام السلطة، يعني الصراع بين السلطتين مما أدى إلى تعطيل العمل المجلس سواء في الدور الرقابي أو في الدور التشريعي، وأوجد نوع من الاحتقان السياسي الكبير بين الطرفين. وهذا الحقيقة يمكن شفنا انعكس على جلسات مجلس الأمة، تعطلت فترات طويلة لم يستطيع المجلس أن يبت في قوانين كثيرة وفي تشريعات وفي أمور بتت فيها اللجان المختصة داخل المجلس ورفعتها، ولكن للأسف تراكمت دون أن تكون هناك جلسات حقيقية يستطيع المجلس من خلالها ممارسة دوره الدستوري الكامل. وهذا أيضا أثر على الجانب التنفيذي في الدولة، لأنه مرتبط طبعا بعملية التشريع، مرتبط بقضايا كثيرة. يعني لا شك الحقيقة أن التعاون بين السلطتين هو الأساس، ولكن ما شوهد خلال الفترة الماضية كان في تنافر، كان في عدم توافق في كثير من القضايا. شفنا حملة استجوابات متكررة وسريعة، يعني تطرح في آن واحد استجوابين ثلاثة. هذا يعطينا انطباع عن طبيعة الجو اللي سبق خطاب سمو الأمير الذي تلاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله رعاه، لأن الأمر وصل إلى حدود يعني عطلت مسار الدولة، غيرت كثير من الإجراءات التي يجب أن تتم، وبالتالي أصبح الآن المجلس يسير بإطار مختلف عما
فرضه عليه الدستور. في الجانب الآخر تعطلت أعمال السلطة التنفيذية. وأيضا يمكن احنا شفنا من خلال خطاب سمو ولي العهد، يعني هو لم يلغي باللائمة على سلطة دون سلطة، وإنما بين الأخطاء الموجودة في السلطتين ومدى عدم يعني قدرة السلطتين على القيام بدورهم، وبالتالي وضح أن هذا الأمر يعني لا يمكن أن نتركه هكذا يسير في هذا الإدار دون عملية تصحيحية لهذا المسار. وبالتالي جاء خطاب سمو ولي العهد هو لتصحيح هذا المسار، لحل هذا الاحتقان السياسي، المناخ اللي تولد وبدأ يتفاقم مع الزمن. فلا بد كما نقول من إجراء عملية جراحية كاملة لهذا المشهد السياسي وإعادة التنظيم. وطبعا هذا يعني أدى في النهاية إلى ضرورة حل المجلس، وكما ذكر سموه الاحتكام للشعب الكويتي، والشعب هو يعني الذي سيختار أعضاء مجلس الأمة وسيختار الأفراد اللي فعلا يكونون قادرين على حمل زمام هذا الأمر، لأن بالنهاية الكويت هي مسؤولية الجميع، ليست مسؤولية السلطة التنفيذية ولا التشريعية، لكن المواطن أيضا مسؤول والكل مسؤول في دوره. وبالتالي سمو ولي العهد حمل الناخبين الكويتيين حق مسؤولية كبيرة تاريخية أن تنعكس على طريقة اختيارهم للأعضاء، بحيث فعلا يعني نجعل دور السلطة التشريعية والتنفيذية يعني يكون مبدأ الفصل بين السلطات، تعاون السلطات مبدأ أساسي، بدون لا يمكن أن تقوم الدولة بدورها، لا السلطة التنفيذية قادرة ولا السلطة التشريعية قادرة. إذا نحن وصلنا إلى محك لابد من اتخاذ قرار في هذه المرحلة، فجاء هذا القرار التاريخي في 2/8 الذي يعني أفضى إلى حل مجلس الأمة وإعادة الأمور إلى طبيعتها من خلال الاحتكام للشعب في اختيار مجلس جديد، اللي الكل الحقيقة اليوم يأمل أن هذا المجلس ينهض مسؤولياته، كذلك السلطة التنفيذية، لأن بالنهاية تبقى مصلحة الكويت هي الأساس، وجميعنا نعمل من أجلها. وبالتالي يجب أن نتحامل على كما ذكر سمو على الأخطاء، ونترفع عن الخلاف، لأن في النهاية يفترض الخلاف لا يفسد العلاقات ويؤدي إلى هذا التأجيج الكبير في الشارع اللي شفناه في المرة الماضية. وهذا الحقيقة ما نتأمل الآن هو وعي المواطن، والكل الحقيقة يترقب التغيير القادم والمجلس القادم ودوره، وكذلك أيضا الحكومة الجديدة، لأن أمامهم مسؤوليات كبيرة، أمامهم تراكم عمل كبير خلال المسيرة الماضية والسنوات الماضية. نريد أن ندفع بعجلة التنمية المستدامة، نريد أن نهيئ التشريعات، القوانين، احتياجات كثيرة، متطلبات خاصة ما بعد مرحلة كورونا تتطلب يعني عمل دؤوب. وهذا ما نأمل إن شاء الله أن تغيير لهذا المناخ يعني ينتج عنا إن شاء الله مناخ سياسي إيجابي متفاعل متعاون بوعي المواطنين. وأيضا الحقيقة كلنا أذن صاغية إلى سمو الأمير وسمو ولي العهد، لأن بالنهاية يعني يجب أن نضع أيدينا وأن نعمل جادين من أجل هذا البلد ومستقبله إن شاء الله، ودوره الرائد يستمر كما هو إن شاء الله. نعم، العقيد حقوقي صلاح، يعني بناء على التحليل للأستاذ نجم والدكتور يوسف، بعد تحليلهم للمشهد السياسي الحالي، الحين بندش احنا في المسار العملي او الطريقه العمليه، في سؤال مهم جدا ان يعرفونه الساده المشاهدين. بعد صدور المرسومين صار لنا لبس في الموضوع، وهي هل التصويت سيكون عبر البطاقه المدنيه او الوفق العنوان اللي مسجل على البطاقه المدنيه، او احنا بحاجه ان تكون معنا الجنسيه والبطاقه المدنيه؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أحب أوضح طبعا في بداية الموضوع، تفشت في الآونة الأخيرة ظاهرة نقل العناوين ما بين الدوائر الانتخابية الخمس، لذلك طبعا وزارة الداخلية صدر من قبل سيدي النائب الأول الرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية آنذاك بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول هذا الموضوع، تتخص في موضوع قيود الناخبين وكذلك نقل العناوين. انتهت اللجنة في تغريرها بعد ما تحققت تقصت إلى وجود تباين ضخم ما بين القيود الانتخابية
الترابية وما بين العناوين الثابتة الواردة في البطاقة المدنية. لذلك صدر المرسوم رقم 5 لسنة 22 بتعديل بعض أحكام قانون 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، بحيث أن طبعا يتم تعديل القيود الانتخابية حسب العنوان الثابت في البطاقة المدنية. السؤال اللي تفضلت فيه، طبعا نعم هناك لبس صاير، ولكن أحب أوضح للسادة المشاهدين بأن التصويت راح يكون في يوم الانتخاب عبر شهادة الجنسية الأصلية وفق المادة 32 من القانون 35 لسنة 1962، مصطحبا مع طبعا البطاقة المدنية. التصويت راح يكون حتى يتم ختم شهادة الجنسية بختم المشاركة في الانتخابات. كل ما تم هو تم مطابقة القيود الانتخابية مع العناوين الواردة والثابتة في الهيئة العامة للمعلومات المدنية. نعم، يعني هذه نقطة وايد مهمة. نعم. يعني العقيد حقوقي صلاح بأن أهمية التصويت، أن لا تتم عملية التصويت بدون إحضار الجنسية. نعم طبعا، لا بد أن يحضر الجنسية. نعم. مع البطاقة المدنية. نعم. البطاقة المدنية هي فقط يعني تطابقون العنوان اللي مثبت عليها. نعم. فعليا نعم، لأنه راح يكون أمام رئيس اللجنة، اللجنة الانتخابية راح يكون هناك كشف صادر من وزارة الداخلية يبين فيه طبعا رقم القيد، كذلك اسم الناخب، كذلك عنوان السكن الثابت وفق المعلومات المدنية. نعم أستاذ نجم، يعني في الخطاب الأخير لسمو ولي العهد حفظه الله شدد على أهمية اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللي تندرج في إطار التصحيح السياسي، كيف تقرأ دلالاتها أستاذ؟ طبعا منذ تسنم سمو ولي العهد المنصب القيادي الرسمي، أتذكر تماما أول قرار اتخذه كان هنالك حوالي 60 هيئة، وهذه الهيئات حظوا رؤسائها بدرجة وزير، وهذه كانت الخطوة الأولى، إذ أعادهم بدون يعني بدون الدرجة التي تحصلوا عليها بفترة من الزمن. كذلك شاهدنا بحالة قضاة، ولم يعني نعهد بتاريخ الكويت بأن قضاة يحاكمون قضاة، وكان هنالك أعداد في لتعزيز دور السلطة القضائية والتأكيد على أهميتها. كذلك ما نشاهده يعني هذه الأيام من إزالة مخالفات سواء في منطقة شبد أو في المناطق الزراعية أو في المناطق التي فيها نوع من العشوائيات أو الفوضى، وبدأنا نستشعر بحالة من الضبط والربط المركز بهذه الفترة، وكأنما وبالفعل وهي كذلك هنالك خارطة الطريق دشنت منذ تولي يعني سمو ولي العهد وتلقيه الأوامر العليا من صاحب السمو أمير البلاد، وهذه الخارطة ماشية قدما، والخطاب في 2 أغسطس قد يكون له مدلولات بهذا التاريخ، لكنه كان خطاب واضح وجلي ووحد الفكر والفكر السياسيين والناخب الكويتي والمرشحين في اتجاه الإصلاح، وهذه جدا مهمة فيما يتعلق في موضوع البطاقة المدنية. وإحنا لاحظنا بأن هنالك حوالي 60,000 في 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 يعني هم مقيدين في أماكن وبطاقاتهم المدنية في أماكن أخرى، ولذلك أزال موضوع اللبس في تزوير إرادة الناخب بتحويلها إلى دوائر أخرى، وهذه قضية لم تكن لتحدث لولا هذا الحسم والضبط الذي دشنه سمو العهد. نلاحظ كذلك بأن حل مجلس الأمة يعني حل فوري لم يتأنى به، وأكد بأن لن نتدخل لا في الرئاسة ولا في العمل الانتخابات، وأكد على حسن الاختيار، وهذه جدا مهمة، وكأن القيادة السياسية تشارك المواطنين في دفعها بحسن الاختيار، بل لاحظنا حتى اليوم يعني هذا حدث بأن من أقام انتخابات فرعية، وهذه جدا مهمة جدا مهمة. نعم. أنها أزيلت للمرة الأولى من خارطة الانتخابات اللي هي الانتخابات الفرعية، وكان هنالك قرار حاسم ردع به من يعني يسعون أو من أرادوا تكوين الكتل البرلمانية من خلال انتخابات فرعية ضيقة جدا سواء كانت قبلية أو غيرها، ولكن
هذا التأكيد وهذا التعزيز هو من أعاد الكويت إلى روحها القانونية وروحها الدستورية والإيمان بأن الديمقراطية هي طريقة الإصلاح. فما حدث بالضبط في الثاني من 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 أغسطس هي تغيير جذري على نمط الثورات التصحيحية والهادئة. هي ليست ظالمة، ليست مجحفة، هي قانونية، هي تدريجية، هي إرادة على معطيات كانت، هي إرادة مجتمعية وطموح الأمة بهذه يعني من هذه القرارات. وعليه لاحظنا التكاتف الشديد والإشادة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار بخطاب سمو ولي العهد وبالخطوات التي نحن نعيشها هذه اللحظة. نعم، العقيد حقوقي، احنا يعني تكلمنا عن موضوع البطاقة المدنية، ايضا ودي اتكلم معك عن تحصين الكشوف الانتخابية. نعم. شنو أهميتها، الهدف منها، وكيف تتم عملية التحصين؟ طبعا بصدور المرسوم 5/2022 طبعا هناك بعض المواد المتعلقة في الباب الثاني اللي هو الخاص بالجداول بالنسبة حق قانون 35 لسنة 1962. طبعا المواد اللي جاءت في المرسوم تنص على أن طبعا المعلومات المدنية يجب أن تزود وزارة الداخلية فور العمل في هذا القانون خلال يومين بجميع الكويتيين الذين تتوافر فيهم الصفات القانونية لممارسة حقهم الانتخابي. سوف تقوم طبعا إدارة شؤون الانتخابات بعد ذلك خلال يومين من تسلمها بطبعا نشر الجداول الجديدة بعد ما أن تم تعديلها في طبعا جريدة رسمية، كذلك سوف يتم تعليقها في الأماكن اللي تحدى وزير المخافر والأماكن اللي تحدى وزير الداخلية. اليوم التالي طبعا هي إجراءات متسارعة حتى تمكن من التحصين. اليوم الثالث طبعا بعد ما تم نشر خلال 24 ساعة لكل ذي شأن ومصلحة طبعا أن يطعن على قرار إدارة شؤون الانتخابات. إدارة شؤون الانتخابات تتلقى طبعا طلب الاعتراض وخلال 24 ساعة راح تبت في الطلب، وخلال طبعا وسوف طبعا يتم كذلك بعد ما تم البت في الطلب سوف يقوم طبعا الناخب أو صاحب المصلحة والصفة أن يلجأ إلى القضاء، وطبعا عن طريق طلب يقدم إلى مخفر الشرطة، وسوف يحال الطلب إلى المحكمة مباشرة، وسوف يتم الفصل في طبعا طلب الطعن خلال يومين. هي نعم. إجراءات متسارعة هذا في حالة الطعن. أي طبعا هذه الإجراءات كلها ليش؟ طبعا لأن أنا عندي المادة 17 من قانون 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اللي هو يجب أن تكون الجداول النهائية هي حجة قاطعة في يوم الانتخاب. فالإجراءات المتسارعة ولضيق الوقت لأن أنا مرتبط طبعا في مدة طبعا وفق طبعا المادة 107 من الدستور اللي هو لابد أن تكون الانتخابات خلال شهرين من تاريخ الحل. فهذه الإجراءات كلها حاليا قاعد نسويها بشكل متسارع ولكن بإجراءات قانونية سليمة حتى نتمكن من التحصين للجداول الانتخابية اللي طبعا لإدخالها في الانتخابات اللي راح تجرى إن شاء الله خلال الأيام القادمة إن شاء الله. بإذن الله. دكتور يوسف، الانتخابات الحين يعني وفقا للبطاقة المدنية طبعا مع الجنسية، نأكد ضرورة وجود الجنسية مع البطاقة المدنية لأنها تمثل العنوان اللي موجود على البطاقة، وإضافة مناطق أيضا على الدوائر الانتخابية اللي هي الأولى والثانية الرابعة والخامسة، وضيفت ضمن أيضا مسار التصحيح الجديد اللي نمشي فيه في المسار السياسي. كيف تحلل مساهمة ذلك في الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية دكتور؟ طبعا الحقيقة موضوع المناطق الجديدة، نعرف أن كل فترة في الكويت في استحداث لمناطق، فكانت المشكلة السابقة أن المناطق يعني تأتي الانتخابات ولم يتم إضافتها في الجداول أو ضمها إلى دوائر، فكانت يضطر الناخبين الموجودين للتصويت في أماكن وجودهم قبل يعني ما يكونوا في هذه المنطقة على القيود الانتخابية السابقة، وبالتالي هم ليس لهم دور أو ممارسة حقهم الانتخابي في الدوائر التي يعني هم متواجدين فيها. وبالتالي هنا صار عندنا تصحيح للعملية السياسية والممارسة الديمقراطية، أنت تختار في منطقتك من أعضاء مجلس الأمة من يمثلون هذه الدائرة، يمثلون الأمة، ولكن هو بالنهاية مرشح لدائرة معينة.
إذن هؤلاء الأفراد اللي كانوا محرومين في السابق من حقهم الانتخابي الآن تم إعطائهم هذا الحق، وهذه الحقيقة يعني فيها نوع من النزاهة، وكذلك أيضا الجانب القانوني اللي يخدم هؤلاء الأفراد أنهم فعلا يساهمون في العملية الانتخابية، يمارسون دورهم في مناطقهم التي هم موطنهم ومسكنهم فيها وليس في مناطق أخرى بعيدة. وأيضا مكنت في الجانب الآخر حتى بالنسبة للمرشح نفسه، يعني أنا في السابق في المناطق هذه ما ينتمون للمنطقة، يعني هم يجب أنهم يكسر علاقتهم مختلفة مناطق ثانية، لكن الآن أصبح الآن عندي قدرة أني أدخل وأعرض برنامج الانتخابي لهم وأتفاعل معهم باعتبارهم جزء من الدائرة. إذن المرسوم الضرورة في عملية الاختيار، يعني أنا أقصد الآن ضم الدوائر هذه أعطاهم حق الممارسة السياسية الصحيحة باعتبارهم جزء من هذه الدوائر، وحل إشكالية موجودة سابقة متراكمة أصبحت اليوم من خلال مرسوم الضرورة ضم هذه المناطق تلقائيا إلى المناطق التابعة لها. نعم. وأصبح الأفراد الآن لهم الحق في الممارسة، وبالتالي يشوفون البرامج الانتخابية والأفراد ويشاركون في الموطن والمكان اللي هم يسكنون فيه، بعضهم سنوات طويلة يعني لم يتم ضم قيودهم الانتخابية. نعم. في بعض المناطق يعني نعرفها، وبالتالي نحن الآن أعطينا شفافية واضحة في حق المواطن في الممارسة في من خلال البطاقة المدنية الآن، وانضمامه أصبح انضمام واضح ويعني تبعية قانونية مباشرة للدائرة الانتخابية، أصبح في تواصل بين الطرفين، حصل المواطن على حقه والمرشح كذلك اليوم جزء من الدائرة يستطيع أن تواصل معهم باعتبارهم منتمين لهذه الدائرة ولهم حق التمثيل والاختيار. إذن اليوم فعلا يعني هذا القانون يعني صحح مسار يعني حقيقي، لأن في النهاية إحنا نبي تمثيل حقيقي للانتخابات من خلال الاختيار، فشلون يكون في مناطق فيها عدد كبير من السكان هؤلاء الأفراد ممنوعين من ممارسة حقهم الانتخابي في مناطقهم، يجب أن يرسلونها مناطق بعيدة يمكن انتهت علاقتهم معها من سنوات. فهذا الحقيقة يمكن فعلا يعني هذا المرسوم حل مشكلة متراكمة، وبالتالي ضم كل المناطق الجديدة الآن حتى اللي يعني دخلت حديثا، وما عاد في عندنا شيء اسمه مناطق خارج الجداول أو مناطق لا يحق لهم التصويت كما كنا نشوفها في بعض الانتخابات السابقة، وبالتالي هذه تعطي مدلول على النزاهة، على الشفافية، على حق المواطن حسب مسكنه أنه فعلا يمارس العملية الانتخابية ويختار من الأعضاء المترشحين في المنطقة من يراه مناسبا. إذن إحنا فعلا يعني هذا المرسوم حقق هذا الدور وأنهى قضية ضم وتواجد المناطق وتبعيتها، وحسمت الآن يعني بهذا القانون، وأصبحت العملية واضحة للجميع سواء للناخب نفسه أو حتى للمرشح، وتبعية المناطق اللي هي تابعة له أو تابعة لمناطق أخرى الآن لم يعد هناك أي لبس فيها. نعم، العقيد حقوقي صلاح، يعني بناء على كلام دكتور يوسف مجهزين عندنا بالكنترول الصورة للجداول الانتخابية والمناطق، هذا يا ريت لو تعرضونها معنا على الشاشة الآن عشان نعرف ما هي آلية العمل لهذه الجداول المعروضة. العقيد حقوقي صلاح، طبعا قبل أنا ودي أكمل على كلام أخوي الدكتور. نعم، طبعا موضوع إضافة المناطق، نعم هذا كنا نعاني منه من خلال سنوات طويلة، بحيث أنه كان يمنع المواطن الكويتي من ممارسة حقه الانتخابي مع أننا متوافرة في جميع الصفات القانونية لممارسة هذا الحق. أحب أنوه إحنا طبعا كوزارة الداخلية تقدمنا بمشروع بإضافة تلك المناطق اللي تم إضافتها اليوم بالمرسوم في عام 2014، وفي عام 2018 تم سحب المرسوم المحالي لمجلس الأمة بعد ما ظهرت مناطق جديدة خلال 4 سنوات ما بين 14 إلى 18، وتقدمنا في نفس اليوم بمشروع آخر وتم إحالته إلى مجلس الأمة، ولكن لا زال حتى هذا اليوم موجود في مجلس الأمة. لذلك صدر مرسوم الضرورة، مرسوم بقانون بإضافة تلك المناطق حتى يتمكن المواطنين القاطنين في تلك المناطق من ممارسة حقهم في المشاركة في العمل الانتخابية، روعية
في طبعا توزيع المناطق الموقع الجغرافي تبع المحافظات، بحيث أن يعني يجب أن يكونون طبعا تابعين للمحافظات اللي هم طبعا مثبتين فيها. أحب أوضح بأن الجداول اللي تم عرضها قبل شوي على الشاشة، نعم، هذه طبعا على أساس فترة الاعتراض ان شاء الله اللي راح تكون طبعا على نشرنا الجداول اللي راح يكون ان شاء الله بعد يومين معروضة. اي على اساس احب انوه بان الجداول سوف تعلق على المخافر الوارده طبعا في الشاشه حاليا. فيجب على كل ناخب او كل مواطن يجب عليه ان طبعا يتجه الى مخفر المنطقه وطبعا يتاكد من وجود الاسماء حتى يتمكن من الاعتراض. كذلك احب انوه بان سوف يتم نشرها كذلك في الجريده الرسميه. نعم. طيب أستاذ نجم، الحين البطاقة المدنية والتصويت ومناطق جديدة للدوائر الانتخابية، شنو الأسس اللي ممكن نرصد عليها بناء مخرجات العملية السياسية؟ طبعا هو الموضوع لم ينتهي بعد، يعني كلما تقترب العملية الانتخابية أو يوم الاقتراع هنالك إشكالات ومشاكل تحدث خلال هذه الفترة، منها مثلا موضوع شراء الأصوات، منها تضليل الناس إعلاميا من خلال طغيان الماكنة الإعلامية من حساب أشخاص قد يمتلكون المال لتسويق أنفسهم أكثر من الناس الأكثر استحقاق بفكرهم ووطنيتهم وإخلاصهم للعمل. يجب أن يكون هنالك ضبط، يجب أن يكون هنالك كذلك خطاب رسمي متكرر على نوعية المرشحين الذين سيتابعهم في هذه الحالة. الحكومة يجب أن لا تقف فقط متفرجة ومن يأتي يأتي، الخطاب خطاب سمو العهد حسم هذا الأمور وأكد على حسن الاختيار، وعليه هنالك خطوات يجب أن تقوم بها الأجهزة الرسمية بمنع شراء الأصوات، بمنع هو طبعا مجرم ومحرم الخطاب القبلي أو الخطاب الطائفي أو المناكفات التي تحدث بهذا الأمر. وإحنا اليوم يعني حتى تم ضبط بعض من أقام مثل هذه الفرعيات، نحن أمام وطن وأمام تحديات وأمام استحقاقات تلمست القيادة السياسية هذه الاستحقاقات، وعليه هي انطلقت بهذا المشروع الوطني الكبير. فيعني مطلوب جدا بأن يعني نركز على الشباب الجدد، على أصحاب الكفاءات العلمية، الناس الذين لديهم رؤى تساهم في بناء الوطن، ولا نأتي يعني بناس أنا أتكلم كناخب بمجرد انجام الناس او لصله قرابه او لصله طائفه او لصله قبيله. نحن امام استحقاقات وطن، مطلوب منا جيدا ان نحسن الاختيار ونعزز دور الشباب، وليس فقط هذا، يجب علينا ان نحاكم في ديوانياتنا ومجالسنا التي تستقبل النواب السابقين الذي ارتكبوا اخطاء او تجاوزوا القانون، يجب ان نحاسبهم ونستثنيهم من اصواتنا، بل ندفع يعني بما هو أفضل للمرحلة الآتية. وهذا كما تفضل فيه سعادة العقيد والدكتور بأن يعني يجب علينا حسن الاختيار في المرحلة المقبلة. يدخل دور بعد أستاذ أهمية توعية الناخب، نعم، أهمية أنه يعرف الدور اللي هو يقوم فيه وأهمية اقتناعه بالبرنامج الانتخابي للناخب اللي راح يمثله في قمة عبدالله. طبعا في السابق إحنا يعني الأجهزة الرسمية تقف مكتوفة الأيدي، وهذا يعني هذا حياد سلبي وليس حياد إيجابي. نحن أمام استحقاقات وطن، يجب على الدولة بأن تدفع بالكفاءات، والكفاءات المشهود لها، الكفاءات النزيهة، الكفاءات العلمية، الكفاءات الأكاديمية. يعني إحنا بنحسن حظنا بالكويت ونتيجة لسخاء الدولة في البعثات والإرسال أبنائنا إلى أرفع الجامعات وأتوا بها، يجب أن ندفع بهم إلى 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 إلى, إلى هذا النوع من الحراك السياسي الاقتصادي. يجب أن لا نجعلهم أسرى نواب يعني متواضعين في عطائهم، متواضعين في فكرهم. لم نعد البعض منهم مضى عليه 3 عقود و4 عقود ولم نشعر بهذا النائب بأنه حقق شيء ملموس للكويت أو حقق شيء ملموس، باستثناء صار يقيم وهذه طبعا نشيد كذلك بالحكومة وبسمو رئيس مجلس الوزراء الذي منع
النواب من مراجعة الوزارات حتى يكون هذا نوع من تكافؤ الفرص. يعني من غير المعقول نواب يراجعون نتيجة لرصيدهم في العلاقات العامة مع المسؤولين ونفوذهم يخلصون معاملات الناخبين بهذه الطريقة، ويأتي لاحقا الشباب الجدد يجدون نفسهم ولا أحد يلتفت لهم. هذه الخطوة كذلك تأتي ضمن الخطوات التصحيحية التي طالما يعني تم المطالبة فيها ولم تحدث، وحدثت حاليا، وعليه حاليا مطلوب جدا من الخطاب الإعلامي الرسمي بأن يعزز ويؤكد على دور المرحلة المقبلة ويدفع في الشباب. نعم. والكويت تعج وتضج في 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 شباب قمة في يعني تجاوزوا أفضل يعني وصلوا إلى أفضل جامعات ولهم عطاءات مميزة حتى خارج الكويت، وهنا لا يلتفت لهم أحد. وأنا أتصور يعني الديمقراطية بتركيبتها وهيكلية عالية هي تقتل الطموح وتقتل وتقتل كل الكفاءات نتيجة لاحتكار البعض لهذه المؤسسة التشريعية، والتي يعني ليس غريب يعني وليس ولا نخجل حينما نقول بأنها تحول جزء مهم من فساد الدولة أتى من خلال للأسف الشديد هذه المؤسسة. نعم، احنا راح نكمل بقية الحوار معكم في هذه التغطية الخاصة، ولكن نشوف هذا التقرير ونرجع لكم مشاهدينا. مرسوم الضرورة للتصويت في انتخابات مجلس الأمة 2022 وفقا للبطاقة المدنية ومن خلال عنوان السكن المدون بها لكل ناخب جاء ليعزز العملية الانتخابية ويصحح مسارها، هكذا كشف ممثلو الصحف المحلية مثمنين دعم القيادة السياسية لهذا المرسوم الذي جاء في الاتجاه الصحيح. لا شك أن الناس متفائلة بدور القيادة السياسية في الإصلاح، ودائما الإصلاح يبدأ بأول خطوة، والبطاقة المدنية وعنوان السكن هو الأساسي بالنسبة للمواطن الكويت، وهذه أول خطوة للإصلاح، ونتأمل إن شاء الله الإصلاح الكثير. فاليوم أنت لما تنتخب واحد ابن المنطقة موجود راح ينقل هموم المنطقة هذه ويبدأ بالإصلاح. أتمنى من كل ناخب في المرحلة القادمة أن يراعي الله في الكويت، ومصلحة الكويت هي الأولى. ممثلو الصحف المحلية أكدوا أن مرسوم التصويت بالبطاقة المدنية وعلى حسب عنوان السكن لكل ناخب سيساهم في منع التلاعب في القيود الانتخابية ويمنح الحرية الكبرى للناخب لاختيار من يمثله في مجلس الأمة. جاءت الحكومة بمرسوم الضرورة لخدمة قضية الإصلاح ومحاربة الفساد، وأن تشكل رغبة الناخب الكويتي تعكس بشكل حقيقي رغبته. من ينتخب بهذه الدائرة هذه رغبة أبناء هذه الدائرة، مو قضية الانتقال. وبالتالي جاء مرسوم الضرورة مصلحا لهذا الحال الخاطئ، وبالتالي يعني هذه العملية راح تصلح من العملية الانتخابية وستمنع كثير من المفاسد وكثير من القواعد الخاطئة. الحكومة أوفت بوعدها بالإصلاح، الآن نبي الإصلاح من الناخب، نبي الإصلاح من المواطن بأمرين: واحد أن يذهب وينتخب، المسؤولية كاملة علينا وعلى الجميع أن يذهب ويصوت ويحكم ضميره، لا ينتخب أخ ولا قريب ولا حبيب ولا شيء، اللي ينفع البلد ينتخبه. مرسوم التصويت بالبطاقة المدنية وعلى حسب عنوان السكن المدون بها سيكون خطوة مهمة نحو دعم العملية الديمقراطية في دولة الكويت، هكذا أكد ممثلو الصحف المحلية مطالبين الناخبين في كافة الدوائر الانتخابية حسن الاختيار من أجل تحقيق رؤية الكويت الجديدة. فهد التركي، تلفزيون دولة الكويت. حياكم الله مجددا في تغطية خاصة مشاهدينا الكرام وضيوفنا الكرام الليلة معنا بالاستديو، نذكر فيهم معنا العقيد حقوقي صلاح الشطي مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية، والكاتب الصحفي نجم الشمري، والمحلل السياسي الدكتور يوسف المطيري. العقيد حقوقي صلاح، يعني نبي نتكلم من الناحية الدستورية، يعني تحديدا من خلال توافر المعطيات اللي تخلي المرسومين متوافقين مع بعض. في رأي يقول أن أي صاحب مصلحة يعتقد أن مصلحته قد مست يستطيع الطعن في المرسوم بقانون،
فشنو رأيك في أو تعليقك تجاه هذا الموضوع؟ نعم طبعا أنا أحب أوضح في البداية، طبعا بعد ما انتهت لجنة تقصي الحقائق من تقريرها وتبين طبعا لها في الملاحظات اللي سبق أن ذكرتها في اللقاء اللي هو التباين ما بين والتباين الضخم ما بين أعداد الناخبين من حيث القيود والعناوين الثابتة في البطاقة المدنية، أحب أنوه طبعا وفق المادة اللي في الدستور طبعا اللي هو إذا طبعا حصل ما بين طبعا دور الانعقاد وكذلك حل المجلس، المادة طبعا مادة موجودة في الدستور يعني ما يوجب اتخاذ طبعا مراسيم تأخذ قوة القانون، طبعا هذه طبعا الوضع اللي تبين حق لجنة التحقيق أن فعلا الموضوع يحتاج إلى يعني وقفة طبعا جادة بتعديل المسار اللي طبعا ماشين عليه في السنوات السابقة. نعم. حتى تكون الانتخابات نزيهة وتعبر عن إرادة الناخبين فعلا في اختيار ممثلينهم في البرلمان. أحب أنوه طبعا بالنسبة حق الموضوع من ناحية دستورية، طبعا صدر القانون 109 على 2014 بتعديل بعض أحكام القانون 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية، بأن طبعا أضاف مادة برقم 4 مكرر اللي هي طبعا لكل شخص وسواء طبيعي أو اعتباري لا صفة أن يطعن طبعا بطعن مباشر يقدم إلى المحكمة الدستورية متى ما ثبت طبعا عنده أن عنده طبعا أمور أو أسباب جدية تؤدي طبعا إلى الطعن في المراسيم. كذلك طبعا المحكمة الدستورية طبعا لابد أن تكون صحيفة موقعة من 3 محامين، طبعا تعقد طبعا المحكمة الدستورية في غرفة المشورة تدرس طبعا حال الطعن، فطبعا إذا كان يخرج عن طبعا عن اختصاصها طبعا سوف طبعا ترفض الطعن، أما طبعا إذا قبلته طبعا سوف يعرض طبعا ويدرج على إحدى طبعا الجلسات اللي تخص المحكمة الدستورية. فطبعا حق الشكوى وحق التقاضي طبعا مكفول، طبعا إحنا دولة مؤسسات ودولة قانون، فطبعا اللي طبعا حاب يروح يطعن طبعا بالنهاية الفيصل في الموضوع هو طبعا راح يكون حق المحكمة، طبعا إحنا نرتضي طبعا في جميع المحاكم بما أن إحنا دولة مؤسسات. نعم دكتور يوسف، مرسوم التصويت وفقا للبطاقة المدنية راح يعيد ترتيب الحسابات، نتحدث هنا من ناحية الناخب وكذلك المرشح، راح تختلف هني الأوراق، دكتور برأيك كيف ممكن أن تسير هذه المعادلة بعد يعني المعطيات الجديدة الآن موجودة على أرض الواقع؟ نعم طبعا بداية طبعا المرسوم الحقيقة بضرورة الخاص بتصويت البطاقة المدنية يعني فعلا أعاد الأمور لنصابها الصحيح وأعطى التمثيل الحقيقي للأمة من خلال اختيار الأفراد القاطنين في المناطق والدوائر لاختيار الأعضاء مجلس الأمة من خلال مناطقهم. ما شهدناه في الفترة الماضية كما ذكر العقيد الحقيقة أن وجود مناطق يعني ما كانت تمارس حقها الانتخابي، أيضا عندنا في الجانب الآخر أفراد للأسف منقولين إلى جهات أخرى أو مناطق ثانية ينتخبون فيها، هذه بسبب نقل القيود لمناطق أخرى، فبالتالي هو قاعد يصوت ويختار في منطقة أخرى ليست موطن الأساسي ولا يمثل المنطقة، وبالتالي حصل نقل أعداد كبيرة يعني شفنا في الأرقام الفروقات بين أرقام من داخل كما ذكر العقيد أن فعلا يعني هذا العدد يعني لو نعاد إلى مكان الطبيعي من خلال المرسوم الخاص بالبطاقة المدنية راح يكون تمثيل حقيقي وراح تتغير حسابات كثيرة في اختيار الأعضاء. كنا احنا قلنا كما قال سمو ولي العهد يعني في الخطاب أن احنا نبي الشعب هو من يختار، وبالتالي عشان الشعب يستطيع أن يختار لابد أن يكون عنده إرادة وقادر على الاختيار من خلال موطنه ومكانه وليس نقله لمكان آخر، وبالتالي يعني هذا الأسلوب لا شك الحقيقة أنه يعني مرتع سيء، يعني المشروع قضى عليه القانون هذا وبالتالي جعل خلاص يعني ما في عملية استفادة أو نقل أفراد إلى غير أماكنهم وتسبيب تضخم في دوائر ويعني ندرة في دوائر أخرى اللي عكست موازين للنجاح لأفراد على أفراد من خلال عمليات النقل اللي هي الوهمية والمخالفة للنظام والقانون. وأعتقد فعلا
يعني اليوم احنا من خلال هالقانون جعلنا هناك تمثيل حقيقي، اختيار حقيقي للمناطق، حملنا المواطن مسؤوليته السياسية والوطنية في عملية الاختيار. الآن أيضا أعضاء مجلس الأمة والمرشحين راح يعيدون حساباتهم لأن الأعداد تغيرت، من كان عنده أعداد كبيرة منقولة الآن ليسوا في يده، سيكون الاختلاف واضح دكتور. أي، وبالتالي هو الآن أيضا لابد أن يتواصل مع الأفراد اللي هم في المنطقة اللي الآن عادت يعني المرسوم حق التصويت لهم، وبالتالي يعني يصير عندنا نوع من التمثيل الحقيقي للمناطق والأفراد، وأيضا التوزيع. يعني احنا ساعات نعاني من عملية التوزيع والعدالة في الأرقام، لكن أيضا جزء من منظومة عدم العدالة هي عملية النقل، هذه تراكمات النقل بهذه الأعداد وفتحها واستمرار فيها. أعتقد احنا اليوم وضعنا حاجز لإصلاح سياسي، إصلاح قانوني ونظامي، بحيث أنه فعلا يكون الفرد يصوت من خلال منطقته، والاختيار هو لمن يقطنون في المنطقة وليس أفراد يعني جاءوا فقط بنقل القيود وما تزال بطاقاتهم المدنية على المناطق أخرى. إذا يعني فعلا احنا قضينا على ظاهرة سيئة، وأيضا هذه مصادر الفساد، لأن تستخدم فيها أشياء أموال وأمور كثيرة، لكن اليوم أصبح الفرد هو في منطقته يمارس دور الانتخابي. أعتقد اليوم احنا نرى صورة مغايرة ونرى وضع الحقيقة ترتيب الأمور مرة ثانية بشكلها الطبيعي والقانوني لحقق العدالة، وشفنا يمكن حتى الناس مسرورة من هذا القرار، وأن فعلا يعني انحلت إشكالية سابقة، وأن قضية النقل هذه الوهمية اللي ممكن توصل الأعضاء يعني ليس تمثيل حقيقي ولكن من خلال النقل، الحمد لله تم القضاء عليها في هذا المرسوم، وهذا فعلا يعني يعطينا دور لتكملة عناصر الديمقراطية بشكلها الكامل في الاختيار، سواء في المرشح أو سواء في الناخب اللي أصبح اليوم يمثل الدائرة حقيقة ويختار الأفراد اختيار حقيقي وليس اختيار صوري. نعم. كما كان في السابق هو في منطقة وفي دائرة ويصوت في دائرة أخرى. إذن أيضا هذه الأمور فعلا أعتقد اليوم احنا استطعنا أن نحسم أمر ونحل أمر معضلة كان موجود سابقا، وأصبحت الأطر واضحة والنظام واضح، وصار عملية سهل جلب الأعداد والأصوات الناخبين وإحصائها من خلال عملية بسيطة عكس سابقا، لأن قيود تسجل وتنقل، وهذه كلها كانت سبب ربكة في العملية الانتخابية وطعون في الأسماء وقضايا كثيرة. أعتقد الآن الأمور ستسير في مسارها الصحيح من خلال إن شاء الله المرسوم بقانون، واليوم المسؤولية الوطنية على الأفراد في مناطقهم بطاقاتهم موطنهم في اختيار أعضاء مجلس الأمة لتمثيل الكويت في المرحلة القادمة، اللي احنا محتاجين فعلا أن الكل يستشعر هذه المسؤولية ويعمل جاد لتحقيق هذا. نعم. يعني الطموح اللي وضحه سمو ولي العهد في خطاب. نعم، أنا أرى أستاذ نجم يوافق الدكتور يوسف بالرأي. أنا أوافق وأضيف له قصة. نعم. يعني أنا ما أدري يعني أستاذ، هل تعتقد مهمة بأن المرسومين يعني لما تم إصدارهما هل ممكن نعتبرهما أنهما إحنا كنا في مرحلة وسننتقل إلى مرحلة متقدمة؟ نعم. بعد أنا المرسومين استراتيجية الدولة كلها ستنتقل إلى مرحلة إيجابية أفضل وأجمل، يعني هكذا نحن نراها، وهكذا يعني هذه هي النظرة الإيجابية للمشهد الحالي. ولكن هنالك جزئية أحب أضيفها، عدد الناخبين، ويصلح لي أستاذ العقيد، مجموعهم وفق ما رشح أمس 650,000. نعم. الدائرة الخامسة 220,000، الدائرة الرابعة 190,000 أو 100 شوي. عموما الدائرة الرابعة والخامسة مجموع الناخبين وفق النسب اللي أمس يعني حصيت اللي هذا 400,000 ناخب، أي هؤلاء يعني هاتين المنطقتين سوف يخرجون 20 نائبا فقط، فيما نحن نتحدث عن 400,000، فيما 250,000 اللي هي الدائرة الأولى والثانية والثالثة سوف يخرجون 30 نائبا. إذن هنا يعني يجب تعديل هذا الوضع
تعديله بإعادة توزيع الدوائر الانتخابية أو بدمج بعضها أو خلق دوائر أخرى، لأن العدالة في هالمرحلة هذه وفق يعني إذا أخذنا عدد ناخبين نسبة وتناسب حتما هي ظالمة تماما للدائرة الرابعة والخامسة، لأن مجموع هاتين الدائرتين 400,000، المجموع 650,000، بقى 250، بقى فقط 250، 250 ألف يحظون ب 30 نائب، وهني مفارقة يعني لابد من تعديلها، لابد يعني من تعديلها، واضحة وضوح الشمس. نعم، العقيد حقوقي صلاح الشطي، يعني وزارة الداخلية الآن أيضا هي أمام رهان كبير، خاصة أنها بدأت أولى الخطوات بعرض الجداول الانتخابية في الدوائر الانتخابية الخمس. الآن السؤال، ما هي الخطوة التي تلي هذه الخطوة؟ طبعا الخطوة اللي راح تلي عملية تحسين الجداول، صدور طبعا مرسوم دعوة الناخبين للانتخاب، وطبعا متى ما تم نشر المرسوم اليوم التالي لنشر المرسوم طبعا احنا راح نفتح باب الترشيح لمدة 10 أيام لاستقبال المرشحين. أحب أنوه كلام للدكتور إن شاء الله، أن طبعا المرسوم بقانون، هذا مرسوم انتقالي فقط، طبعا راح يتم طبعا راح ينتهي بمجرد انتهاء الانتخابات اللي راح تجرى ان شاء الله في الايام القادمه، ومن ثم طبعا هذا الاجراء حتى طبعا السلطه التنفيذيه تعطي الحق للسلطه التنفيذيه في مباشره طبعا اختصاصاتها بطبعا اقتراح مشاريع القوانين واصدارها، فان شاء الله طبعا راح يكون في القادم من الايام ان شاء الله بعد ما طبعا تتم الانتخابات ويعقد البرلمان راح يتم ان شاء الله التعديل على قانون الانتخاب. أحب أوضح بأن إحنا كوزارة الداخلية متقدمين في مشروع بتعديل نظام قيد الناخبين، وتعديل على طبعا بحيث أنه يكون طبعا القيد يكون تلقائي طوال العام، لا يقتصر فقط على شهر فبراير، وراح يكون طبعا كذلك عن طريق البطاقة المدنية. حاليا طبعا المشروع موجود في إدارة الفتة والتشريع لمراجعته ودراسته وفراقه في الصيغة القانونية. أحب أوضح طبعا بأن إدارة شؤون الانتخابات طبعا التابعة لوزارة الداخلية تعكف حاليا طبعا على جميع الترتيبات المتعلقة في العمل الانتخابية، بدءا من استقبال المرشحين وانتهاء بالعملية الانتخابية. كذلك أحب أوضح بأن طبعا في نقطة يعني ممكن يعني في قاعد يثار حولها أكثر من سؤال، هل المناطق الجديدة التي تم إضافتها وفق المرسوم رقم 6 هل سيتمكن ناخبينها الغير مقيدين في أي دائرة من الدوائر خلال السنوات السابقة من التصويت في العملية الانتخابية اللي راح تجرى في الأيام القادمة؟ نعم، أحب أؤكد هالشيء، أن طبعا نص المادة كان واضح وفق المرسوم رقم 5 بأن المعلومات المدنية تزود إدارة شؤون الانتخابات بجميع الكويتيين الذين تتوافر فيهم صفة الانتخاب. لذلك طبعا أحب أنوه بأن جميع الكويتيين من يبلغ عمره 21 سنة في يوم الانتخاب ولو لم يكن لقيد انتخابي في أي دائرة من الدوائر وتم إضافة منطقته وقف العنوان الثابت في البطاقة المدنية سيتمكن من التصويت إن شاء الله في يوم الانتخاب. هذا حتى طبعا السلطة التنفيذية بتوجيهات من القيادة السياسية طبعا من سمو ولي العهد الله يحفظه ويطول بعمره بأن يتم إعطاء جميع المواطنين حقهم في المشاركة في العملية الانتخابية. أحب أنوه بأن من لم يكن لقيد انتخابي في أي دائرة من الدوائر خلال السنوات السابقة لن يتم طبعا إدخاله وفق النظام الآلي للتصويت في العملية الانتخابية، ولكن يجب عليه خلال الشهر طبعا المحدد في قانون الانتخاب اللي هو شهر فبراير أن يتقدم لجنة القيد ويتقدم بطلب إدخاله في الجدول الانتخابي. ولكن أكرر بأن المواطنين الذين طبعا تتوفر الصوت القانوني ويوم الانتخاب يكون كامل عمره 21 سنة سوف يتم إدخاله في العملية الانتخابية في المناطق التي تم إضافتها في مرسوم بقانون رقم 6، يكون مسبقا طبعا يكون مقيد فيها. لا طبعا انا انوه بان من لم يكن لقيد في اي دائره من الدوائر، عشان اكد عشان لا يصير لبس في الموضوع، من لم يكن له قيد في اي دائره من الدوائر وتم اضافه منطقته في مرسوم بقانون رقم 6 سوف طبعا يتم ادخاله مباشره للتصويت في العمليه الانتخابيه، راح يكون له قيد انتخابي وراح يكون له جدول وراح يصوت في الانتخابات. نعم، ايضا احب استفسر منك عن رقابه المحكمه
الدستورية على مراسيم الضرورة ومدى الفصل فيها، شنو الآلية اللي راح يتم اتباعها في هذا الموضوع؟ طبعا مثل ما نوهت سابقا بأن طبعا القانون 109/2014 اللي طبعا عدل القانون رقم 14/1973 بإنشاء المحكمة الدستورية، اللي هو طبعا أعطى الحق للشخص الطبيعي والشخص الاعتباري من له صفة بأن يتقدم بطعن مباشر مجرد أن يدفع رسوم طبعا قيمتها 5000 دينار يقدمها طبعا كرسم، وطبعا صحيفة الطعن يجب أن تكون معتمدة وموقعة من 3 محامين، ومن ثم طبعا يتم عرضها في غرفة المشورة في المحكمة الدستورية لدراستها، ومن ثم اتخاذ القرار أما بقبولها أو أما برفضها. نعم دكتور يوسف، سؤالي لك خاصة احنا الآن نعيش وسط ظروف كثيرة، تحديات إقليمية ودولية قد تؤثر بالسلب أو الإيجاب على يعني دولة الكويت، سواء يعني من الداخل يعني الكويتي، شنو المطلوب منا في هذه المرحلة دكتور يوسف؟ نعم يعني لا شك الحقيقة طبيعة الأوضاع السياسية، نعرف الحرب الأوكرانية الروسية وتداعيات كثيرة، ونحن تونا طالعين من كورونا ودخلنا الآن في صراعات سياسية متعددة يمكن أثرت على التجارة العالمية، أثرت على التضخم، ارتفاع أسعار الطاقة، أشياء كثيرة قاعد نشوف أيضا تأثيرها داخل الكويت عندنا. وبالتالي لا شك الحقيقة يمكن إحنا اليوم في فترة انتخابات واختيار أعضاء مجلس الأمة تحتم علينا أن طبيعة الظروف الحالية والمعطيات المستقبلية الحقيقة تتطلب وجود يعني مجلس أمة قادر على القيام بدوره في التشريع وفي الرقابة والجوانب المختص فيها دستوريا، خصوصا في طبيعة التعاطي مع الآثار الناتجة عن هذه الإرهاصات والاستعداد لها والتعامل مع طبيعة الأحداث المتغيرة القادمة. يتطلب أيضا وعي من المجلس، كذلك السلطة التنفيذية أيضا معنية بشكل كبير جدا في التعامل مع طبيعة الأحداث والتأثير السياسي والاقتصادي، وشايفين تداعيات كثيرة بدأت تؤثر علينا هنا داخل الكويت بشكل مباشر وفي كل دول العالم. إذا في يتطلب دور فاعل للسلطتين، لأن فعلا إحنا أمام مرحلة يعني تتطلب جهود كبيرة باقية للتعامل مع الأحداث وليس انتظار الحدث حتى يقع ثم نتحرك، نريد إدارة وقائية، إدارة فعلا تعمل على إدارة الأزمات بشكل فاعل والاستعداد لها والتعامل معها. اليوم أيضا الحقيقة وعي المواطن أيضا مهم جدا، يعني كل ما كان في عندنا وعي ومسؤولية راح يساهم، المهام ليست مقتصرة فقط على السلطتين. نعم أيضاً على يعني المواطن، اليوم المواطن لازم أيضا يعني يعي طبيعة الوضع الحالي وتداعيات الحالية، تعاون مع السلطات المختصة في كل ما من شأنه طبعا الحفاظ على الشعب ومقوماته وأسسه، لازم يعي دوره السياسي ودوره والمشاركة البرلمانية الفاعلة في الاختيار، لأن هذا الحقيقة يضعنا أمام طريق قادم وتحديات قادمة تتطلب أن فعلا يكون المجلس والسلطة التنفيذية أيضا على قدرات وإمكانيات لمواجهة التحديات والتعاون الجميع ومسيرة الجميع كلها متعاضدة في تحقيق هذا الغرض. وبالتالي احنا اليوم فعلا امام امور كثيرة راح احداث موجودة والان القادم منها. اذا هذا الوعي وهذا الادراك، ولا شك الحقيقة يمكن حتى خطاب سمو ولي العهد تلاه عن سمو الامير ايضا وضح طبيعة المرحلة القادمة والتغيرات اللي قاعد تحدث، وبالتالي شنو يتطلب منا خلال الفترة القادمة من وعي وإدراك ونبذ خلاف والعمل الجاد، خصوصا في الفترة القادمة تطلب منا هذه الوقفة الجادة والعمل الجاد، وهذا إن شاء الله احنا اليوم يعني نراهن على وعي الشعب الكويتي في الاختيار، ونراهن إن شاء الله على المجلس القادم أن يكون يعي دوره ويعني تطوى هذه المرحلة، ونشوف إن شاء الله مرحلة تعاون وفصل بين السلطات بحيث أن فعلا نحقق دور سياسي واقتصادي وفاعل للتعامل مع الأزمات الحالية والمستقبلية بإذن الله. نعم احنا مستمرين معكم في هذه التغطية الخاصة، ولكن راح نطلع فاصل سريع لنسمع أهم مقتطفات من كلمة سمو ولي العهد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله، ولنا عودة في تغطية خاصة.
حياكم الله مشاهدينا الكرام في تغطية خاصة الليلة وضيوفنا الكرام اللي موجودين معنا. راح أرجع مع ضيفي الكريم الأستاذ نجم الشمري. أستاذ نجم، يعني كيف قست برأيك ردود الأفعال تجاه المرسومين؟ يعني كوني متابع للشؤون المحلية، أنا قرأت معظم البيانات القوى السياسية والاستبيانات اللي حصلت في الصحافة المحلية، كلها تشيد وكلها متضامنة. ولأول مرة حتى يعني أنا شخصيا أشعر بأن يعني هذا الخطاب هو يعني منعطف تاريخي في هذه المرحلة، وهذا المنعطف جذب الشارع السياسي والشارع الاقتصادي والبرلماني لقراءته بدقة شديدة، بل يتفاعل معه يوميا من خلال الإجراءات المتخذة واللي احنا نعيش حاليا، سواء التصويت في البطاقة المدنية والتساؤلات الكثيرة عن هذا الموضوع، سواء موضوع ما يقوم به يعني وزارة الداخلية من جهود مضنية في المناطق، بعض المناطق الخارجية مثل محبولة، مثل الجليب، مثل تشيب، مثل المزار. هذا النشاط نشاط الدولة الذي يعني انطلق ويسابق الزمن في هذه المرحلة، حتما هذا يعكس الروح الإيجابية ويعكس الارتياح. ورجال الداخلية مشكورين جدا على جهودهم اليومية اللي احنا قاعدين نتابعها، وبدأ يعني بدأنا نشعر بأن هيبة الدولة انطلقت لتحقيق أو للدفع في موضوع التنمية والتنمية المستدامة، اللي الشعور أساسا قاب عنها خلال الفترة السابقة، وحاليا أتى هذا الخطاب التاريخي لسمو والعهد ومثل حظ صاحب سمو بالانطلاق بكويت جديدة ومسار جديد وتصحيح الأخطاء السابقة وسياسة الضبط والربط. بالنهاية سمو العهد كان بفترة من الفترات هو رجل عسكري ويؤمن بهذه القضية، صاحب السمو أمير بلاد الله يطول عمره وزير داخلية، فهذا شعور الضبط والربط وحسم الأمور بدأنا نستشعره من خلال الخلفية السياسية التي أتوا بها. وهؤلاء الرجال خدموا 5 أمراء لدولة الكويت، فهم يعني يتلمسون أدق التفاصيل للمواطن الكويتي والهموم الوطنية والتحديات المقبلة والتي قد تواجهها المنطقة وقد نواجهها نحن. وعليه أتى هذا الخطاب، وضع النقاط على الحروف، وأتى خطاب حاسم، وأتى برؤية استراتيجية لدولة الكويت ليكون البرلمان درع وواقي آخر ومساعد في موضوع المحافظة على الأمن والانطلاق في التنمية المستدامة وواجهة التحديات. هذا أنا أقرأ الخطاب بهذه الطريقة. نعم احنا مجهزين استطلاع الرأي لبعض الناس، فتشوفوا على الشاشة ونرجع نكمل بقية الحوار. المراسم اللي طلعها مجلس الوزراء لا شك انها خطوة جدا ناجحة، اول شيء لحصر مثل ما تقول التلاعب في الانتخابات، يعني على أساس أنه لا يصير يعني يعطون كل مرشح حقه، أنه ما يصير في ناس جاية من آخر الدنيا مثلا في غير منطقتهم ويرشحونه ولا كذا ولا من هالأمور هذه. فهذه يعني حصرت الناس في منطقة، كل مرشح في منطقته. الحين لا، بالعكس إحنا نأيد، وهذا شيء زين حق الكويت. يعني بالعكس شيء حلو، احنا كنا نتمنى هالشيء من زمان، نتمنى يصير في تنظيم، في قرار يعني حاد. اول شيء اشكر مجلس الوزراء على طرح هالشيء هذا، وانا صراحه من مؤيدين، افضل يكون على البطاقه المدنيه. قرارات مجلس الوزراء اللي سووها امس اللي طلعت اللي هي حق انتخابات اللي بالبطاقه المدنيه قرار جيد وممتاز، وبالعكس نتمنى ان شاء الله التطوير للاحسن ان شاء الله. إذن هذه كانت بعض من ردود الأفعال والاستطلاعات لبعض المواطنين بخصوص المرسومين اللي صدر قبل أيام بالنسبة العملية الانتخابية وأهمية صدور أو مطابقة العنوان بالنسبة للبطاقة المدنية. بس لا تنسون أهمية إحضار الجنسية عند عملية التصويت حتى تتم العملية بكل شفافية ونزاهة، وتضمنون أن الختم يكون موجود أثناء العملية الانتخابية.
الآن بعد ما شفنا هذا الاستطلاع لعقيد حقوقي صلاح، أهمية تطبيق القانون على الفرعيات، يعني نلاحظ أن هناك وعي بأن هناك فرعيات، هناك مخالفات قد تكون أثناء عملية الانتخاب والتسويق ممكن لأي مرشحين اللي لهم الحق في أن ينزلون في الانتخابات. شنو أهميتها في هذه الفترة من خلال محاسبة المنظمين المشاركين فيها، خاصة الآن في عملية جارية بتطبيق القانون وتحويلهم مباشرة إلى النيابة؟ نعم طبعا، أحب أنوه طبعا موضوع الانتخابات الفرعية. طبعا أنا عندي المادة 45 من القانون 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة طبعا جرم الفعل هذا طبعا، وتحديدا طبعا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 2000 دينار ولا تزيد على 5000 دينار أو بإحداهاتين العقوبتين، اللي هي طبعا جاء في الفقرة 5، كل من نظم أو اشترك في تنظيم انتخابات فرعية أو دعا إليه، وهي التي تتم بصورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد للانتخابات لاختيار واحد أو أكثر من بين المنتمين لفئة أو طائفة معينة. طبعا أحب أنوه للسادة المشاهدين بأن وزارة الداخلية طبعا تعكف ليل نهار على رصد تلك طبعا المواقع اللي طبعا قاعد تدعي إلى الانتخابات الفرعية. وأحب أنوه للسادة المشاهدين بأن فعلا تم ضبط طبعا عملية انتخابات فرعية وتم إحالتها إلى النيابة العامة، وحاليا طبعا جاري طبعا اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المنظمين لتلك. طبعا أحب أوضح للسادة المشاهدين كذلك بأن طبعا لا يعني لا مجال طبعا للتسامح في تطبيق القانون. القانون واضح، فيجب على كل طبعا مواطن أن يعي بما طبعا يتضمن قانون الانتخاب. فأرجو من جميع المواطنين طبعا أخذ الحيطة والحذر وطبعا عدم المشاركة في تلك الانتخابات. خلنا نطلع في اختيار ممثلين للأمة يعبرون طبعا عن إرادة حقيقية فعلا للناخبين. طبعا مصلحة الكويت طبعا فوق أي مصلحة خاصة لأي طبعا فئة أو طائفة معينة تجد نفسها طبعا سوف تشارك في تلك الانتخابات الفرعية. نعم أستاذ نجم، كيف تقرأ دلالات هذا الإجراء من ناحية محاربة عملية التصويت والانتخابات الفرعية؟ أراه تجدير وتعزيز للديمقراطية حقيقية بعيدا عن الاستقطابات الفئوية والقبلية والطائفية، وهذه أمراض طالما علينا منها وعليها، فهي خطوة متقدمة جدا وخطوة تشكر عليها الحكومة جدا ويعطيهم ألف عافية. دكتور يوسف، أيضا الكلمة الحاسمة التي ستخرج لصناديق الاقتراع أيضا تتضمن شفافية، نزاهة، وعي، فكيف تقيس مدى وعي المواطن في العملية الانتخابية؟ نعم، الحقيقة المجتمع الكويتي يعني مجتمع واعي، ويعني لديه الحقيقة حرص على يعني القيام بالعملية السياسية، ولا شك أن هذه المراسيم التي ستصدر هي هدفها الأساسي يعني جعل المواطنين الحقيقيين اللي فعلا ممكن يقومون بعملية الانتخاب أن من خلال البطاقة المدنية والموطن الأصلي، ضم المناطق اللي كانوا محرومين من حقهم الانتخاب الآن أعطوا هذا الحق. شفنا اليوم الشارع ايش كثر يعني فرحان بهذه القوانين اللي ستصدر في هذا الشأن، وان فعلا التمثيل الحقيقي من خلال المنطقة ومن خلال موطن الشخص نفسه، وكذلك ايضا ضم مناطق التي كانت تحرم من العملية، كذلك اللي فعلا قضى على قضية النقل الأصوات والتمثيل غير الحقيقي هذا كله راح يعني. فبالتالي اليوم أصبحت الانتخابات فيها نزاهة، حاربت منظومة فساد موجودة. موضوع الانتخابات الفرعية نفس الشيء، حزم في تطبيق القانون وممارسته، وبالتالي اليوم لن يجرؤ أحد على القيام بهذا العمل المشين في حق الديمقراطية، وبالتالي هناك إجراءات قانونية راح تتخذ على أي قيام بعمل منافي للقانون أو تجمعات في مثل هذا الأمر. إذن اليوم احنا نشوف هناك حزم يعني في تطبيق القانون والنظام. الشعب الكويتي الآن فعلا يعني صار عنده روح إيجابية تجاه كثير من الأحداث والانطلاقة لما بعد خطاب سمو ولي العهد، وشفنا الإجراءات اللي قاعدة تتم على أرض الواقع قاعدة تعبر عن تغيير حقيقي وفعلا نقلة نوعية
في أداء الدولة وتفعيل القانون وجعله يعني فعلا يطبق بشكل صحيح سعيا للتمثيل الحقيقي وإعطاء الناس حقهم في الانتخاب. إذن اليوم الشعب الكويتي هو الآن كما نقول الكرة في ملعبه، هو الآن أصبح عنده حق الممارسة السياسية، وبالتالي حسن اختياره للأعضاء وقدرته على يعني فعلا اختيار الأفراد اللي يحرصون على مصلحة الكويت ولديهم الإمكانيات بعيدا عن الاختيار للقربة أو للمعرفة أو كذا، يعني نتسامى عن هذه الصورة. فيجب أن نعطي القوي الأمين الإنسان الصالح الإنسان اللي فيه خير الإنسان عنده وعي وقدرة على القيام بدور البرلماني بشكل فاعل بعيدا عن أي نسق آخر اجتماعي. أتوقع أن مثل هذه الأمور إن شاء الله تنعكس من خلال الانتخابات ومن خلال التمثيل النيابي اللي يعني يبعد كل الصورة السلبية المتعلقة في التحيز أو الاختيار غير المبرر، لأن المسؤولية السياسية كبيرة والدولة الآن تسير في إطار واضح ونظام من أجل عودة القانون وهيبة النظام والقانون، وإن شاء الله احنا نشوف يعني هذه الثمرة من خلال الاختيار والتمثيل ونسب التغيير، ونحن بانتظار المجلس القادم والحكومة القادمة لأن نراهن على الحقيقة حسن الاختيار ونراهن إن شاء الله على دور أكبر وتفعيل لدور السلطتين وتناغمهم وتعاونهم لأنهم السبيل والمخرج لقدرتنا على يعني إعادة الأمور والدفع بعجلة التنمية بشكل أفضل بإذن الله. نعم العقيد حقوقي صلاح، يعني بعد ردود الأفعال بالنسبة للمواطنين، وزارة الداخلية فعلا كانت تقوم مشكورة بتطبيق القانون بحسم، فكيفية هم تعاملهم مع القانون وتقبلهم بتطبيق القانون في هذه الفترة خاصة في يعني قرب الانتخابات؟ للأمانة طبعا احنا قاعد نلتمس طبعا كذلك طبعا تقارير يومية قاعد طبعا ترصد وترفع إلى طبعا القيادة العليا بالوزارة بأن طبعا هناك تعاون ملموس ما بين المواطنين طبعا كذلك طبعا حتى طبعا المواطنين الغيورين على بلدهم. نعم. طبعا قاعد يزودون كذلك طبعا وزارة الداخلية بتلك المعلومات عن طبعا احتمالية قيام عملية تنظيم انتخابات فرعية، فكل الشكر لإخوان المواطنين لمساهمة في إيصال تلك المعلومات، بالإضافة إلى أخواننا طبعا في القطاعات الأمنية خاصة من قطاع الأمن الجنائي طبعا كذلك قطاع المعلومات طبعا قاعدين طبعا يعملون ليل نهار على طبعا رصد تلك الانتخابات الفرعية التي هي طبعا مجرمة وفق قانون الانتخاب. نعم احنا راح نطلع فاصل سريع وراجع لكم في تغطية خاصة. مشاهدينا الكرام حياكم الله مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الخاصة، وضيوفنا الكرام اليوم معنا في الاستديو الأستاذ نجم الشمري الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الدكتور يوسف المطيري، والعقيد حقوقي صلاح الشطي مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية. راح أرجع لك مرة ثانية بعجالة العقيد حقوقي في سؤال مهم، يعني ما يصير تخلص الحلقة وما نسأله، هل يسمح للعسكريين بالمشاركة في العملية الانتخابية سواء كمرشحين أو ناخبين في حال الرغبة بالمشاركة؟ طبعا سؤال وايد مهم، أحب أنه طبعا أن المادة الثالثة من القانون 35/1969 طبعا تنص على يحرم رجال الجيش والشرطة طبعا من ممارسة حقهم طبعا في العملية الانتخابية. ما يمنع أن طبعا رجل قوة الشرطة كذلك رجل قوات المسلحة بأن يكون لقيد انتخابي، ولكن طبعا أنا طبعا الإدارة تقوم بوقف مشاركته وممارسة حقه لغاية ما طبعا ما يثبت انتهاء علاقته الوظيفية يا أما بالتقاعد أو بالاستقالة. نعم. ومن ثم يتمكن من المشاركة. طبعا هذا الشيء طبعا ليس وليد اللحظة، ولكن طبعا من أول ما صدر القانون ولغاية يومنا هذا وإحنا طبعا مطبقين هذا طبعا النص،
من حق المواطن الكويتي متى ما كمل عمره 21 سنة طبعاً وفق طبعاً الشروط كذلك اللي في مادة الجنسية أن يتجه طبعاً وقت القيد أن إلى اللجان ويمنح القيد الانتخابي. نعم. ولكن طبعاً من واجب علينا إحنا كوزارة الداخلية تنفيذ القانون فنؤشر أمام مصر بأنه موقوف من ممارسة هذا الحق لغاية ما تنتهي إلى أن ينتهي علاقتك. يعني أن تنتهي علاقتك تقاعد أو استقالة. الاستقالة. نعم. أو كما ذكرت. كذلك طبعاً بإمكان طبعاً أحد رجال القوات المسلحة والشرطة من الترشح للانتخابات ولكن بنفس الإجراءات طبعاً يجب أن يقوم بتقديم استقالته أو يطلب إحالته للتقاعد قبل تقدمه إلى إدارة الانتخابات للترشح للانتخابات. نعم أستاذ نجم نتحدث قليلاً عن استحقاقات المرحلة القادمة خصوصاً بالنسبة للسلطتين. يعني حتما السلطتين سيكون تعاونهما وفق معطيات اللي يعني اللي يختارها الناس في امكانيات هذا كله مبني على عملية حسن الاختيار والتصويت الاتجاهات. نعم. خلنا نقول أو المزاج العام اللي راح يقود العملية الانتخابات وبالنهاية سيكون هنالك مدخلات للعملية الانتخابية ومخرجات للعملية الديمقراطية والخطاب السياسي واضح وجلي ونحن نتلمس خطواته. بس حبيت يعني أعقب على قانون تحريم وتجريم الانتخابات الفرعية. أنا أتصور إذا ما أضفنا مادة إلى هذا القانون سيوفر جهد كبير على رجال الأمن وعلى الحكومة وسيثبت. نضيف إلى تجريم وتحريم قانون الانتخابات الفرعية بأنه يجوز للمتضرر الطعن بهذه الانتخابات وفي حال إثباتها تبطل الانتخابات ولا يحق لمن أقام مثل هذه الانتخابات للترشح مرة أخرى. نغلط القانون. القانون هذا حينما أخرجه مجلس الأمة أخرجوه لهم هم أخرجوه بطريقة يعني رخوة جدا مما يعني استمرت موضوع الانتخابات الفرعية من بداية التسعينات إلى يومنا هذا دون أن يعاقب مرشح نجح من خلال الانتخابات الفرعية. وهنا مطلوب جدا تعديل القانون كما قامت الحكومة مشكورة بهذه الخطوات الجبارة تقدمية جدا. نتمنى عليها بإعادة صياغة قوانين تجرم وتحرم وتبطل أي انتخابات فرعية. بهالحالة هذه نحن راح نوفر جهد كبير لرجال الأمن للوزارات اللي قاعدة تستهلك طاقتها وجهدها في أمور يجب أن لا تكون. يجب أن يكون وعي عند المواطن وقانون رادع جدا حتى لا يكرر نفس الأخطاء في كل مرة. حاليا ما الذي أتوقع؟ أنا أتصور وأكاد أن أجزم بأن المواطنين سيذهبون سيلبون نداء صاحب سمو أمير البلاد من خلال الخطاب الذي تلاه ممثل سمو ولي العهد الله يحفظه بحسن الاختيار، خاصة وأن الجداول عدلت، خاصة وأن التصويت بالبطاقة المدنية مو الجداول أسف عدلت بأن من كان يصوت في دوائر ليست بدوائر حاليا سيلتزم بالتصويت. هذا بالنسبة لموضوع القيود بالنسبة بدائرة. نعم. يعني عودة الناس إلى المسار الصحيح في موضوع الانتخابات وفي البطاقة المدنية حتى لا يكون هنالك كما حادث في الانتخابات السابقة بأن هنالك تحويل بطاقات مدنية لمرشحين معينين واستقطاب من قبل هؤلاء النواب كونهم هم علموا بتفاصيل التفاصيل الدقيقة للعبة الانتخابية. نعم. وعليه فهم جيروا حوالي 60,000 اللي عادوا من هذه المناطق. كانت هناك يعني وهذا نسبة رقم كبيرة متضخمة. هذا رقم فلكي المناطق. يزور إرادة الأمة وحسن الاختيار ويؤثر سلبا. بل كان هنالك نوع من الإحباط اللي كفر كثيرين بالعملية الانتخابية أو موضوع بأن بالإتيان بالأفضل القادر على خدمة الكويت وخدمة ومواجهة التحديات المستقبلية رجال برلمان كما يعني رجال برلمان كما يستدعيه الواقع وليس كما تستدعيه مصالح النواب مع الناخبين وإطلاق يعني تصريحات شعبوية وإطلاق مطالب شعبوية بدون أي دراسة وبدون هذا وإنما فقط لإرضاء الناخب. وعليه أن أتوقع جدا وأتمنى بنفس الوقت بأن ستكون المخرجات العملية الانتخابية مخرجات مميزة. نعم. سنفتخر بها أتوقع وأدعو بنفس الوقت الشباب المتوقد أن يقتحم هذا الميدان. هذه فرصة تاريخية بعودة الدوائر الانتخابية إلى واقعها
الطبيعي وخروج التأثير السلبي لمن كان يتولى يعني من كان ينجح من خلال هذه تزوير الإرادة بأن هذه فرصة مواتية يجب أن يقتحموها الشباب، وهذا وطنهم بالنهاية وهذا بلدهم وهذه المشاركة السياسية وهذه رسالة قيادتهم السياسية اللي يجب أن يلبوها فعليا وليس فقط يلعبون دور المتفرج ويتركون الحبل على غارب الفساد. هذا وطنهم ودعوة القيادة السياسية واضحة لهم، ويعني لم يعني ليس أمام من يتعذر عذر في عدم اقتحام هذا الميدان والصرح الوطني لخدمة وطنهم. نعم دكتور يوسف، يعني هنا أستاذ نجم أثار نقطة مهمة، يعني أثناء العملية الانتخابية أو يعني المرحلة اللي الحين نمر فيها الكل يعني من يوافي الشروط له حق الترشح، ولكن في خضم هذه المرحلة لا تخلو من وجود الإشاعات، معلومات خاطئة غير موثوق فيها لإثارة ممكن بعض الزعزعة، الخوف للمواطنين الناخبين، يؤثر على عملية التصويت والعملية الانتخابية. برأيك هنا أين يأتي دور الإعلام وأهميته في هذه المرحلة؟ طبعا لا شك الحقيقة احنا نعرف الفترة القادمة ستكون يعني حبلة بالإشاعات، خصوصا الآن بعد انتشار وسائل التواصل الاجتماعي ستكون هناك يعني نوع من إظهار بعض المعلومات على غير حقيقتها، تخويف للناس، إثارة فتن، وهذا للأسف يعني جانب سلبي موجود ونشوفه دائما في فترة الانتخابات تزداد مثل هذه الإشاعات. وللأسف يعني الناس اليوم يعني بدون إدراك يقومون بإعادة إرسالها مرة ثانية، وكثير من الناس من يصدقها، وبالتالي ممكن ساعات تشكل رأي عام وتوجه للناس في الاختيار. يعني في ناس يروحون يختارون أو يغيرون توجهاتهم تجاه بعض الأعضاء أو بعض المنظومة بسبب عملية الإشاعات اللي قاعد تطلع الآن واللي قاعدة تصنع. نعم. وتثار للفتنة. نعم. إذن هني إحنا المطلوب نراهن على أمرين، الجانب الأول هو وعي الناس، يعني ليس كل ما يكتب صحيح، لابد أن أتأكد من المصادر الرسمية، لابد أني أرجع وأشوف مصدر هذه المعلومة ده صحتها وعدم تناقلها بهذه الصورة بعد ما نتأكد من مصادر المعلومة نفسها. اليوم في مصادر رسمية في الدولة، في الإعلام سيكون له دور أيضا لا شك الحقيقة أن الجانب الإعلامي الآن مؤسسات الإعلامية والدور الحكومي مهم جدا في محاربة الشائعات والقضاء عليها ودائما الحرص على يعني إظهار المعلومات بشكل سريع. الآن حتى وسائل التواصل أصبحت سهلة جدا في تداول المعلومات. نعم. المعلومة أصبحت بكبسة زر منتشرة في جميع أرجاء العالم، فممكن قد تؤثر أيضا على الآراء. نعم صحيح، يعني في ناس الإشاعات تأثير كبير جدا، يعني اليوم إحنا نعرف شكثر يأتي زخم الإشاعات خصوصا في الذات ما يسمى بالفترة الأخيرة، يعني آخر 72 ساعة. نعم. تأتي الإشاعات الضخمة اللي تجهز بقوالب معينة لتغيير رأي الناس، خاصة بالذات في الجانب العاطفي والانفعالي، اللي تخلي يقدم على التصويت بدون وعي بدون عقل ويغير قناعته الانتخابية من خلال هالإشاعة اللي جت في الفترات الأخيرة هذه. نعم. يعني فحنا هني نقول لازم يصير عندنا وعي في المعلومة، لازم يعني نعمل عقولنا وليس عواطفنا وندفع وراها، أيضا لا نكون ناقلين لهذه الإشاعات ونرسلها بدون ما ندري صحتها وإثباتها، وفيها اتهام للناس وفيها أمور يعني قد تتسبب في مشاكل اجتماعية ومشاكل علاقات كثيرة. إذن الوعي والإدراك هني مهم جدا بالنسبة للأفراد أنفسهم يقفون يعني موقف الإنسان المتمعن اللي يحكم عقله في طريقة إدارة هذه المعلومات، ما نعمل إرسال للمعلومات دون التأكد منها، الرجوع للمصادر الرسمية يعني في الدولة اللي تساعدنا على الحصول على هذه المعلومات والرد عليها، الدور الإعلامي والتوجيهي اللي ممكن يكون له دور في يعني نشر الأخبار والمعلومات التصحيحية. أعتقد مثل هالأمور راح فعلا تقلل تأثير هذه الإشاعات، ونعرف أن الفترة القادمة راح يكون مسرح الحقيقة لمثل هذه الأشياء، لكن وعي المواطن، دور الإعلام، الرجوع للمصادر الرسمية، كل هذه الأمور راح تحسم كثير من الإشاعات وتحد من تأثيرها في تغيير سلوك الناس وتوجهاتهم الانتخابية
خصوصا في الفترات القريبة من الانتخابات نفسها. نعم. ويوم الاقتراع. نعم، راح نكمل الجزء الأخير من الحوار معكم، ولكن بعد هذا الفاصل مشاهدينا الكرام. إذن مشاهدينا الكرام، هذه عودة مع تغطية خاصة، موضوعنا اليوم في العمليات الانتخابية والمرسومين اللي صدرا في خصوص هذا الموضوع. معنا ضيفنا باختصار العقيد حقوقي، ما المطلوب الآن في الفترة الحالية من المواطن في هذه الفترة؟ طبعا المواطن طبعا عليه، طبعا أنا أعتبره حمل ثقيل، يعني يجب على المواطن أن طبعا يستوعب ما جرى طبعا في كل انتخابات سابقة. طبعا مصلحة الكويت فوق كل اعتبار. نعم. يجب على المواطن أن يختار الاختيار السليم. طبعا ما عضو مجلس الأمة ما راح يوصل إلا للبرلمان إلا عن طريق وضع الورقة داخل الصندوق الانتخابي. يجب أن يتم وضع الورقة داخل الصندوق طبعا عن قناعة وعن طبعا عن دون تأثير من إخواننا طبعا المرشحين. كذلك أحب أوضح بين دور وزارة الداخلية طبعا يعكف طبعا على نفي الإشاعات. أرجو من جميع المواطنين طبعا أن يأخذون طبعا المعلومات استكمال الإخواني من المصادر الرسمية. من المصادر الرسمية طبعا تكثر الإشاعات، خاصة فيما يتعلق في العملية الانتخابية في آخر يوم وفي أثناء العملية الانتخابية. فأرجو أن يتم أخذ المعلومات من المصادر الرسمية لوزارة الداخلية. نعم، وزارة الداخلية ما شاء الله دائما تعمل على قدم وساق، نشوف في حسابها الرسمي بالإعلام الأمني دائما. نعم. توافي السادة المواطنين. نعم. والمقيمين بالأخبار المتعلقة والرسمية والمؤكدة. نعم. من صح. قبل الجهة الرسمية. نعم، سادة. نعم. نجم، يعني مثل ما تفضلوا الأخوين، وأكد على أهمية محاربة وزارة الداخلية للمال السياسي لاستكمال هذه الخطوات. نحن ندرك تماما بأن طغيان الحالة المادية في العملية الانتخابية تزداد كلما اقترب الاقتراع. هنالك إشكالية، يعني هذه مشكلة لكن موضوع المال السياسي، ولكن هنالك إشكالية يعني حتى الغرب يعاني منها، هو طغيان الوسائل الإعلامية لصالح مرشح على حساب مرشح آخر. وهذه يعني أنا لا أعرف كيف نجد لها حل، ولكن لا بد من إيجاد حلول في ظل فضاء مفتوح أتصور صعب جدا السيطرة عليها. ولا يفوتنا صراحة بأن وزارة الإعلام بتلفزيون الكويت دائما لديهم حياد ولديهم رسالة جميلة جدا وجهة توجيهية صراحة نالت استحسان وثقة المواطن، ولديها مصداقية بعيد جدا عن ما يحدث في السوشيال ميديا وبعض لربما القنوات التي تؤمن بالدعاية لصالح مرشح من دون مرشح. وهذه شهادة يجب أن نشهدها لجهازنا الإعلامي، وهذه يعني أهم الإشكاليات. نعم. يعني أنت يعني الدولة والداخلية استمرت بهذه الخطوات الإصلاحية، يجب كبح جماح المال السياسي في الفترة المقبلة كما تم كبح جماح المعادلة المعاملات غير القانونية والتلاعب في القيود الانتخابية وإقامة انتخابات فرعية أو طائفية أو سمية. نعم. ما شئت من هذا النوع من الانتخابات. يجب محاربة المال السياسي كلما اقترب موضوع الاقتراع. نعم، دكتور يوسف، كلمة أخيرة من خلال برنامج تغطية خاصة. والله طبعا احنا إن كان هناك كلمة في هذا المجال، طبعا الحقيقة نحن مقدمين على فترة انتخابات وممارسة ديمقراطية، وبالتالي لا شك أن وعي الأفراد بدورهم وحقهم السياسي، أيضا مطلوب منهم المشاركة، وهذا جانب مهم. يعني دائما نشوف مرات النسب تكون ضعيفة والناس ما قاعد تروح، إذا مشاركتك اليوم أو صوتك ممكن يسوي فرق. هي مسؤولية في وطنية. المسؤولية الوطنية في الاختيار، وأن نلبي نداء سمو ولي العهد الحقيقة في أن نشارك ونعتز بدورنا واختيارنا للأفراد، لأن عدم المشاركة أو العزوف عن المشاركة يعني جانب سلبي، ممكن يتيح الفرصة لأفراد غير يعني قادرين، وبالتالي قد يكون في كفاءات تحتاج منك هالصوت اللي قد يغير جانب المعادلة. إذن نحن ننتظر مشاركة فعلية وتواجد
واختيار الأعضاء على أسس موضوعية بعيدا عن أي أشياء وجوانب أخرى. نعم. وأيضا الحقيقة يعني الوعي بالمعلومات والبحث عن مصادر المعلومة والتأكد من مصداقيتها وعدم الاستجابة لهذه الإشاعات أو ترويجها جانب مهم في العملية الانتخابية. إذن نحن الآن سنعيش إن شاء الله فترة ديمقراطية وانتخابات نريد إن شاء الله أن تعطي الروح الإيجابية والحماس ويعني تكون تنجح العملية بدورها الأساس أولا ونضعها مصدر الحقيقة. شكرا لوجودكم اليوم ومركز معنا في تغطية حضاري وديمقراطي وحريات الكويت. طبعا الحمد. نعم. الحمد. شكرا جزيلا لكم لوجودكم اليوم معنا في تغطية خاصة. وشكرا لكم أيضا مشاهدينا الكرام لمتابعتنا لبرنامج تغطية خاصة. كان معنا اليوم العقيد حقوقي صلاح الشطي مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الداخلية، والكاتب الصحفي نجم الشمري، والمحلل السياسي الدكتور يوسف المطيري. الكويت مقبلة على استحقاق انتخابي وفق معطيات جديدة تضفي مزيد من الشفافية والعدل والنزاهة للعملية الانتخابية بفضل التدابير والإجراءات اللي اعتمدها مجلس الوزراء، في انتظار أن يقوم الناخبون بدورهم من خلال حسن الاختيار من يمثلهم في قاعة عبدالله السالم لتحقيق عناوين المرحلة المقبلة واللي نتطلع إليها تكون زاخرة بالإنجازات التنموية تحت قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله. نشوفكم على خير. شكرا للمتابعة. مع السلامة.